السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لجميع ملعنا المغرب. إخوان شخباركم، لاباس عليكم، كل شيء بخير وعلى خير. كما وعدتكم البارح على أنني غادي نقدم لكم واحد الوصفة ديال الفطير اللي كنستعمل ديال الكسكس. هذه هي المكونات اللي كتشوفوا إخوان الكرام. كاين شوية ديال الزيت البلدية هنايا، كاين كسكس ديال القمح الكامل يعني داري، كاين بيض محكوك، كاين ليمون، كاين عسل، كاين هذا فيه خليط من الذرة، طحين الذرة وطحين ديال الشعير وطحين ديال السميدة ياك، وهذه حلبة مجففة هاي مطحونة هنايا، لا لوفور دو بيير هاي هنايا، داير واحد شوية باش ما تسدش، كندير دائما شي شوية في قرعة ديال الزجاج. كذلك هنا خليط كاين هنايا حبة حلاوة، كاين كاين شوية ديال النيجر، كاين الزنجلان، كاين يعني واحد المكونات ديال عدة الزرارة، وكاين كالسولوكس مابقاش عندي بزاف، ها هو كلشي. وهذه هي الزلافة، هذه الزلافة اللي كندير فيها الخليط كامل ديال يعني ديال الباطي ديال الطويرات ديالي. ودابا ان شاء الله انتم لاحظتوا كما كتشوفوا اخوان الكرام على انه كلشي في قرعه ديال الزاج، يعني قرعه ديال الزاج كتحافظ بزاف على الطراوه ديال هاد يعني المسائل اللي كنديروا بها المكونات. اي حاجه كنديروا في قرعه الزاج باش تحافظ على ديك الطراوه ديالها. المهم غادي نخليكم هاد الساعه باش نجيب الماء سخون ونديروا باش نوريكم الطريقه ديال، تستناوني واحد شي شويه. السلام عليكم، تحيه طيبه من جديد اخواني. ها انتم كتشوفوا درت معلقه ديال العسل هنايا، ودرت الليمون ديالي عصرته ها هو هنايا، وكنزيد الماء دافئ يعني الماء سخون، كنلوحوا على هاد الخليط هذا، ها هو كنخلطوا ياك، كنخلطوا مزيان، وكندير شي شويه ديال الزيت البلديه واحد تقريبا. ها انتم غتشوفوا، اسمحوا لي اخوان عندي عيد وحده حتى كنصور بها، درت واحد تقريبا ما كايناش نص معلقه ديال الزيت البلديه على حسب الكميه ديال الباطي ياك. ودابا اخوان غادي ندير الكسكس، ها هو الكسكس غادي ندير، يعني ها انتم غتشوفوا الطريقه، يعني شويه الماء وكنشدوا الكسكس غير كنغطيو، ها هو كنغطيو يعني داك الماء اللي عندنا، واحد مقدار جوج ملعقه ثلاثه ديال المعالق تقريبا كبار صافي، وكنخليو ها هو شوه تينشف، منين ينشف غادي نطلقوا عاوتاني ان شاء الله. اسمحوا لي اخواني الكرام، دابا كتلاحظوا على ان الكسكسو تقريبا شرب الماء ديالو تقريبا كامل شربو، غادي نجيو غادي نديرو فوق منو داك كالسوليكس، ها هو شتيو، ها هو شويه ديال كالسوليكس، شويه نقدروا نديرو شي شويه ديال البيض، يعني داك القشور ديال البيض هي الحكوكه، نقدروا نديروها هي هي كذلك. كنجيو كنديرو ديك الزرار اللي قلت لكم، حبه حلاوه، النافع، زرع تلافت، الزجلان، يعني تقريبا واحد شويه ديال الفيتامينات للطيور ديالنا طبيعيه، هي كندير واحد المقدار ديال ملعقه صغيره تقريبا ياك. عاوتاني كنجيو هذه لا ليفور دو بيير، ها هي شتوها حتى هي كذلك، كندير واحد المقدار ديال الغرام تقريبا، عينك ميزان كانت كتشوف يعني ما ماشي بزاف. كنجيو لذاك الخليط ديال الطحين ديال الذره وطحين الشعير والسميده، حتى هو كندير واحد شويه، ها هو حتى هو مقدار ديال عينك ميزان كما قلت لكم، يعني راه كتعرفوا الاخوان ها هو الشيء تقريبا، واحد ملعقه ولا جوج معالق تقريبا. كنجيو للبيض مسلوق، ها هو حتى هو كذلك، كنلوحو ها هو نحنا. اسمحوا لي اخوان عندي غير يد وحده وحده كنصور بها. كنجيو اسيدي للثومه، ها هي الثومه مجففه ومطحونه حتى هي، ها هي شتي واحد المعين شويه غير شويه تقريبا. وعلى فكره يعني تقريبا ماشي ها انت دابا عندكم هذه الثومه مجففه، كاين ثوم مجفف، ها هو ثوم مجفف، كاين كمون صوفي مجفف ومطحون كذلك، ها هو كاين تقريبا ها هو الفخر، فخر مطحون حتى هو ياك، حتى هو مزيان، نقدروا نزيدوا حتى هو ياك، هو كل مره كنزيد حاجه من هذا شي حاجه دائما كنوع لهم. المهم هذا هو اللي كاين هاد الساعه هادي، وكنخلطوا تقريبا هاد ها هو الخليط ديالنا، شنو الباطي ديالنا، شيو شيو الاخوان كنخلطوه، ها هو كنخلطوه مزيان، ويمكن لينا نحكوا واحد شي شويه ديال خيزو، مقدار ديال ملعقه صغيره ولا ملعقه كبيره ديال خيزو، حتى هو اللحو اللحو معاهم حتى هو، ها هو شيو شيو تبارك الله كيشهي ريحته زوينه، هذا يمكن الانسان ياكلوها مباشره وما يكونش فيه قشور ديال قشور ديال